وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من تونس، والفريق مفترض أنه يستأنف تدريباته غدا في 3 عصرا استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز من جديد. مباراة إن شاء الله هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية. وزي ما احنا تابعنا امبارح طبعا خسارة الفريق الأبيض بنتيجة 2-0 من الترجي التونسي في الجولة الثالثة، واللي صعبت بشكل كبير جدا مهمة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هيستعد على طول نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، لأن برضو الزمالك موقفه مش أفضل حاجة في الدوري. آخر مباراة كسب على سموحة 3-1، لكن هو بيحاول يستعيد الانتصارات المحلية بشكل أكبر علشان ينافس على صدارة الدوري. لسه مع أخبار نادي الزمالك، وفيريرا المدير الفني طلب من الجهاز الطبي والبدني تجهيز ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري. أحمد فتوح ومصطفى شلبي طبعا كانوا غايبين عن مباراة الزمالك اللي أقيمت بالأمس أمام الترجي التونسي وما كانوش موجودين في القائمة، وبيبحث عن أو بيبحث فيريرا عن استعادتهم من جديد، وضع عليهم برنامج خاص سواء هم أو أيضا اللاعب الثالث من أجل تجهيزهم للقاء بيراميدز اللي هيخوضوا الفريق زي ما قلت لحضراتكم يوم الجمعة اللي جاية على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة ال20 من بطولة الدوري. ده كمان جه في وقت استقر فيه الجهاز الفني على منح اللاعبين الجدد فرصة أكبر في مواجهة بيراميدز، وهم أحمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة، خاصة إن الزمالك كان بيعاني في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى الخط الأمامي في ظل طبعا يعني إهدار فرص متلاحق لسيف الدين الجزيري اللي بيشارك بصفة أساسية. وبعد قيد الصفقات الجديدة أصبح أمام فيريرا خيارات عديدة من أجل تحسين مستوى الفريق. شفنا امبارح طبعا دفع بناصر منسي وبالحاج في الشوط الثاني في مباراة الترجي، وأيضا الدفاع في حاجة إلى جهود محمود شبانة في ظل استمرار غياب محمود الونش أو عدم جاهزيته بعد عودته من الإصابة.